وحدات صناعية غذائية. ربورتاج لسهام سرزوب. تشجيع المؤسسة الوطنية للصناعات التحويلية الغذائية قصد دفع الانتاج الصناعي الوطني تعد استراتيجية منتهجة من طرف الدولة لنهوض بهذا القطاع، والعين المنطقة الصناعية ببلدية أقبو بولاية بجاية التي تضم قرابة 30 مؤسسة صناعية تحويلية في المجال الغذائي. استفادت 4 مؤسسات منها من دعم الدولة. عندنا حاليا حوالي 4 مؤسسات استفادوا من في إطار الكالبيرف في منطقة أقبو. هذه المؤسسات معظمها مؤسسات الصناعة الغذائية، معناها استفادوا بقطع أرضية لتوسيع المؤسسة، سواء توسيع آلات الإنتاج لإنتاج أكبر. تسهيلات وامتيازات ستسمح بمضاعفة الإنتاج الوطني وزيادة نسبة اليد العاملة على مستوى المناطق الصناعية. الموندي يعني تدعيم الاستثمار، يعني جبنا الآلات وما خلصناش يعني لدروات الدوان. المشروع هذا انجزناه في إطار لوندي، دونك امتيازات تاع لوندي استفدنا بهم، دونك إعفاء الجبائي على لدروات الدوان لا تي في في الامبورتاسيون. تحفيزات كهاته ستمكن رفع قيمة صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات.